السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الله من شركة بروج العقارية. اليوم راح نتكلم عن مشروع متميز في منطقة بهجة شهير. القسم الأول مشروع بوتيك بانوراما. طبعا المشروع يقع على مساحة أرض 17,000 متر مربع. المشروع مكون من 12 برج سكني أو بلوك سكني، تبدأ الأدوار من 4 انتهاء ب6 أدوار. كل دور راح يكون مكون من 3 شقق فقط، ويوجد فيه أسانسيرين للخدمة. طبعا إجمالي الشقق يعتبر جدا قليل، وهذا ما يميز المشروع. 147 شقة فقط، 45% من المشروع يعتبر مساحات خضراء وخدمات للمشروع. الخدمات المشروع طبعا في المقدمة هنا راح نتكلم عن 12 محل تجاري، 6 منها راح تكون لفيلي ماركت الشهير، بالإضافة أنه راح يكون في مواقف مغلقة تابعة للمشروع، أيضا راح يكون في مسابح ومسبح خارجي، بالإضافة إلى جيم وساونا وبخار وحمام تركي، وأيضا ملاعب تنس وكرة سلة. طبعا المشروع متميز بإطلالة بانورامية جميلة جدا على حديقة جولت بارك، إحدى الحدائق الحكومية. راح يكون فيها ممرات مائية وبحيرات اصطناعية، وأيضا ممرات المشي ومقاهي ومطاعم وما إلى ذلك. تعالوا معنا نشوف الشقة النموذجية التابعة للمجمع. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا معاكم إلى الشقة النموذجية التابعة للمشروع. طبعا إحنا الآن في شقة حقيقية تابعة للمشروع، 3+1 بمساحة 175 متر مربع. أول ما راح ندخل راح نشوف على يدنا اليسار موجود خزائن التعليق والتصفيط والتخزين التابعة للشقة. طبعا تسلم كما هي بنفس الألوان. نكمل تفاصيل الشقة، راح ندخل على المطبخ. طبعا المطبخ بمساحة جدا ممتازة، راح يسلم المطبخ بنفس آلية الدوليب اللي انتم شايفينها ونفس الألوان، بالإضافة انه راح يسلم غاز وشفاط وأيضا فرن كهربائي وجلاية أصحون. ننتقل بعد ذلك إلى غرفة الجلوس. طبعا غرفة الجلوس ما شاء الله تبارك الله جدا واسعة، وأيضا مساحة جدا متميزة. يسلم أيضا مع غرفة الجلوس مكيف خاص فيها. طبعا هذه الإطلالة الحقيقية للشقة، البالكون بمساحة 7 متر مربع. تعالوا مع بعض نشوف الإطلالة الخاصة في البلكونة. طبعا إطلالة بانورامية. هنا راح يكون تنفيذ مشروع الجولت بارك، راح تكون فيه ممرات مائية بالإضافة إلى بحيرات اصطناعية ومطاعم وكافيهات وممرات للمشي. الإطلالة مفتوحة ما شاء الله تبارك الله زي ما أنتم شايفين. راح ننتقل بعدها إلى الغرف التابعة للشقة. يوجد عندنا 3 غرف بمساحات جدا ممتازة. طبعا احنا الان في الممر الخاص للشقة. طبعا في الممر يوجد غرفة الغسيل. غرفة الغسيل تسلم بهذه المساحة لجميع الشقق التابعة للمشروع، غرفة تستوعب الغسالة والنشافة. راح ننتقل الى الحمام الرئيسي التابع للشقة. ما شاء الله تشطيب الحمام والمواد المستخدمة طبعا كلها فيترا من افضل الانواع زي ما انتم شايفين. بعدها راح ننتقل الى الغرفة الأولى التابعة للمشروع. زي ما انتم شايفين سامعين أصوات الأعمال والصيانة، عشان المشروع بإذن الله يتسلم في أسرع وقت إن شاء الله. في نهاية سنة 20 راح تكون إن شاء الله المشروع مسلم بالكامل. راح ننتقل هنا إلى الغرفة الثانية أيضا بمساحة جدا ممتازة وجدا جميلة، أيضا معها فرنسي بلكون أو البلكون الفرنسي. وراح ننتقل آخر شيء للغرفة الرئيسية أو غرفة الماستر. طبعا غرفة الماستر زي ما انتم شايفين غرفة بمساحة جدا جيدة، موجود أيضا شباك مطل إطلالة على المسبح والممرات المائية التابعة للمشروع. الغرفة يسلم فيها طبعا مكيف خاص في الغرفة، ويوجد أيضا دورة المياه التابعة للغرفة الرئيسية. طبعا التشطيب جدا جدا ممتاز من افخر وافضل الانواع. هنا نقدر نقول انه احنا غطينا جميع تفاصيل الشقه، اتمنى انها تكون نالت على اعجابكم.
في نهاية الفيديو نتمنى أن يكون مشروعنا اليوم نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المقطع مع الأهل والأصدقاء. جميع التفاصيل إن شاء الله والأسعار راح تكون في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ودمتم في أمان الله. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار.